أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون عن عربية شيفورليه دبابة موديل العربية 2010 مستعملة للبيع في مصر. هنقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية اللي معنا النهاردة، وكمان سعر العربية، وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالموضوع اللي معنا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة، ياريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفورليه دبابة موديل العربية 2010. العربية فابريكا بالكامل، العربية فيها باور، العربية عليها طقم عدة كاملة، العربية فيها رخصة لمدة سنة، العربية فيها كاوتش جديد، العربية المكنة بتاعتها وآلات الجر ممتازة جدا، العربية مش محتاجة جنيه مصروف. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفورليه دبابة موديل العربية 2010. سعر العربية 167 ألف جنيه. سعر العربية 167 ألف جنيه، وممكن التفاوض على السعر. هنقول لحضراتكم دلوقتي على طرق التواصل مع صاحب عربية شيفورليه دبابة موديل العربية 2010. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-983-43-607. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-983-43-607. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في موضوع جديد أو أخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو أو استفدت منه، ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.